وحنروح لأول مساحاتنا وحنفردها للمعلومات الطبية وللموضوع الطبي. خلينا بداية نذكر أنه الأسبوع الثاني من شهر أيلول هو اليوم العالمي للإسعافات الأولية، وقدي هذا الموضوع مهم بحياتنا، وقدي أيضا مهم اليوم نحن نكون عندنا توعية وثقافة بمجموعة الإسعافات الأولية. كثير مننا متعرض أحيانا لمواقف، أشخاص ممكن يصابوا بأي حالة قدامنا ما نقدر نحن نعرف نتصرف بالشكل الصحيح. اليوم ضمن صباحنا وضمن هي الفقرة رح نحكي أكثر عن أهمية الإسعافات الأولية، كيف قادرين نتعلمها صح، شو هي أهم الأخطاء الشائعة المفروض نحن نبتعد عنها في حال إسعاف أي شخص، وأهم شيء اليوم الشخص اللي المسعف فيه الصفات وفيه مؤهلات مفروض أنه يمتلكها. أكيد اليوم ضيفتنا حتخبرنا عنها أكثر، وضيفتنا لليوم هي الدكتورة هالة الشاهين، وهي دكتورة في كلية الصيدلة بجامعة دمشق. يسعد صباحك دكتورة. صباح الخير، كيفك؟ الحمد لله تمام، انت كيفك؟ انا بخير دائما الحمد لله. دكتوره قبل ما نبلشك حوارنا خلونا نروح هيك لعوف ونشوف اليوم فيديو او كليب عن الاسعافات الاوليه. عم شوف دكتورة بعض النصائح المفروض نحن نتعلمها بإجراء الإسعافات الأولية، واليوم مثل ما كنا عم نقول بالمقدمة قد ايه مهم اليوم نشر هي الثقافة، ثقافة الوعي. للأسف أحيانا نتعرض لمواقف بنتصرف صح، يعني بالمعنى العام مثل ما بنقول بنزيد الطين بلة، يعني بنكون هذا الشخص بنكون قاصدين نتصرف صح بس نحن بنكون عم نتصرف خطأ. هي نية خير ولكن نية عم تكون تماماً. للأسف تماماً. يعني نتائج سلبية وخاصة بموضوع الكسور وال عظام. عم نشوف لهلا نحن بعض النصائح اثناء الكسور نحن كيف قادرين نتصرف صح. يمكن اكثر شيء بتنبهوا عليه انه ما تقيموا طريقه الحمل والنقل كثير مهمه، واضافه للكسور في عندنا كثير قصص بيصير فيها اخطاء. موضوع الحروق بيصير فيه اخطاء كثير كبيره، العلاجات اللي ماخوذه من الموروث الشعبي بيحطوا له بن وبيحطوا له طحين. هلا خلينا نقول كل هدول فينا نحطهم بين عنوان انه هي نيه صافيه، ولكن مثل ما التطبيق غلط، التطبيق غلط تماما. هي الثقافة اليوم نحن هيك حنحاول نطبقها خلال صباحنا. دكتورة عن جديد يسعد صباحك، كنا عم نشوف بعض النصائح اللي نحن مفروض نمتلكها وأي شخص يكون عنده دراية ومعرفة فيها. بداية كونه نحن بالأسبوع الثاني من شهر أيلول هو اليوم العالمي للإسعافات الأولية، خلينا نحكي عن أهمية هذا اليوم وأهمية الإسعافات الأولية. بداية عزيزتي لازم نعرف الناس شو يعني إسعافات أولية. الإسعافات الأولية هي نوع من العناية الطبية الفورية والمؤقتة، خلينا نركز على هدول الكلمتين، الفورية والمؤقتة التي يجب أن تقدم لمصاب بحالة صحية مفاجئة أو بعرض صحي مفاجئ، ربما يكون اختناق، ربما يكون إغماء، ربما يكون كسر، جرح، حرق إلى آخره، تقدم للتخفيف من مدى الإصابة، وهي نوع من الاستعداد اللي لازم يتقدم، برجع بكرر، بشكل فوري لحتى نوصل هذا المصاب إلى أيدي الأخصائيين بأفضل صورة ممكنة لحتى الأخصائيين يتابعوا عملية الإنقاذ ويتابعوا عملية العلاج. طبعا مثل ما تفضلتي بالأسبوع الثاني من أيلول دائما يتم الاحتفال باليوم العالمي للإسعافات الأولية، اللي هو هدفه تسليط الضوء على مدى أهمية الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح، خاصة أنه الإحصاءات دلت أنه مثلا سنويا هناك 3 ملايين حالة وفاة تحدث حول العالم بسبب انسداد المجاري التنفسية والاختناق، كان ممكن إسعافها بإسعافات أولية ضمن المنزل أو ضمن مكان العمل وإنقاذ حياة الأشخاص. من هون بننتبه إلى أنه الإسعافات الأولية هي موضوع كتير مهم، لابد من توعية الأشخاص، توعية الناس عن ضرورة تعلم كيف يتصرفوا بحالات الطوارئ، ويعرفوا أنه هي هالمهارات الحيوية البسيطة اللي هن بيتعلموها أحيانا بلحظة ممكن تشكل فارق ما بين الحياة والموت. ممكن تكسب الشخص المقابلنا حياة جديدة بإذن رب العالمين. أكيد يعني كل هدول القصص، ولكن هذا الشخص لحتى اليوم يكون هو المنقذ وهو الوسيلة من رب العالمين في صفات، في مؤهلات. في اليوم نحن كيف قادرين نمتلك هي الصفات لحتى نكون خلينا نقول مسعفين؟ يعني أنا من الناس إذا بشوف دم بغوطين، يعني هو هي أول شغلة. خليني بحكي بداية نحن كل شخص بده
يتعلم على تقديم الإسعافات الأولية، أول شيء يجب أن يكون عنده الكفاءة العلمية أو العملية، بمعنى إما أن يكون هو من الحقل الطبي، يعني طبيب، صيدلي، ممرض، مخبري، أي حدا من الحقل الطبي هو قادر يقدم إسعافات أولية، أو يمتلك الخبرة العملية اللي بيمتلكها من خلال خضوعه لدورات تعلم هذه الإسعافات الأولية من الناس المختصين. ثاني شغلة مثل ما تفضلتي أن يكون هادئ وشجاع ورابط الجأش، لأنه مثل ما قلتي مقدم الإسعافات الأولية يمكن يشوف المصاب بحالة لازم يكون قلبه قوي لحتى يقدر يشوف. كيف يكون قلبه قوي بهيك مواقف؟ هي حقيقة تريننج، هو تدريب، هو كل حدا فينا قادر يدرب نفسه على مواجهة هي الصعاب. طبعا بنرجع بنقول انه في ناس هن طبيعتهم ما بيقدروا بيتحملوا، لكن اذا عنده ولو 50% من هي الامكانية هو بامكانه بعملية تدريب يدرب نفسه انه كيف يتعامل مع هي الحالات، قد ما كانت حالات حرجة، قد ما كان المنظر مزعج هو قادر يتعامل معها. كمان من صفات المقدم الاسعافات الاولية ان يكون مبادر ومتعاون، بمعنى مو لازم ينتظر لما بده يكون في موجود حادث انه ينتظر ليقولوا يا جماعة مين بيعرف يسعف، المفروض أن يكون عنده روح المبادرة تماما، أنه يكون واثق وشديد الثقة بنفسه، لأنه ثقته بنفسه تعني ثقته بمعلوماته، تعني ثقته بطريقة تقديمه لهي الإسعافات الأولية. وأكيد من أهم الصفات اللي لازم تكون عند الشخص هي الأمانة، لأنه يجب أن يكون أمين في تقديم الإسعافات الأولية المناسبة، وإذا ما بيعرف يقول ما بعرف ما يقدم، ما يخبص، خلينا نقول بالعامية ما يخبص بهذا المصاب اللي هو عم يتلقى الإسعافات الأولية، وأيضا أمين على سرية هذا المصاب، على خصوصيته، على ممتلكاته، كل هاي الأمور لازم يتمتع فيها مقدم الإسعافات الأولية لحتى يكون مقدم إسعافات أولية مثال. صحيح دكتورة، اليوم ببيت أي حدا فينا في هيك حقيبة للإسعافات الأولية، أو مثل ما كنا نقول زمان صيدلية البيت اللي فيها الإسعافات الأولية، حتى لو ما كنا نعرف كيف نستخدمها، ولكن بتحسيها لازم تكون موجودة من قلب البيت، تفتحيها بتلاقي في شيء أنت قادرة تستخدمي. اليوم شو أهم شيء مفروض يكون موجود بهي الحقيبة، إن كان ضمن البيت أو كان ضمن الأشخاص اللي ما بيتبعوا لأي مؤسسة طبية ولكن هنهم متسمين لكورسات بالمصاص؟ هلأ نحن الإسعافات الأولية هي شقين، هي مجموعة من التقنيات اللي احنا لازم نتعلمها، ومجموعة من المعدات اللي لازم تكون متوفرة عنا لحتى نطبق هي التقنيات اللي احنا متعلمينها. أكيد على رأسها هو المحلول المطهر يلي لازم يكون عنا، وأنا بدي نبه على فكرة أنه مو دائما المحلول المطهر لازم يكون كحول، لأنه الكحول كتير أحيان هو صح يقضي على الجراثيم، لكن هو بيخرب الخلايا يلي هو على تماس معها، تمام، بيخدش، بيخرب حتى الكريات البيضة اللي هي أنا بتشكل لي خط الدفاع الأول لحتى ما يصير في عندي التهاب بالجرح يلي عم بيصير عند المصاب، بتخرب لي الصفيحات اللي أنا بحاجتهم ليشكلوا الخثرة لحتى يسد الجرح النازف. فبالتالي ما منلجأ لأنه يكون الكحول هو المحلول المعقم، منلجأ لبوفيدون، لسافلون، كل هاي المعقمات الثانية بعيدا عن الكحول. أكيد لازم يكون في عنا أنواع أو مقاسات مختلفة من الشاش المعقم، من اللاصق المعقم، أكيد لازم يكون في عنا قفازات طبية معقمة، لأنه أنا إذا بقدم إسعافات الأولية ما المفروض بإيدي، ويمكن أنا بلحظة الإصابة ما ركز إذا أنا إيدي نضاف أو ما أنا نضاف، المفروض يكون في قفازات طبية معقمة، أكيد مقص أيضاً. لازم يكون في بعض الأدوية اللي موجودة بحقيبة الإسعاف مثل مضادات الحساسية، لأنه أحياناً إصابة مثلاً لنفرض بلسع حشرات يجب أنه نعطي المريض فوراً حبة من مضاد حساسية لحتى ما يفوت باختلاطات نتيجة سم الحشرة يلي لسعته. لازم يكون في عندي شاش للحروق، لازم يكون في عندي مرهم أيضاً للحروق، لازم يكون في عندي مرهم كورتيزوني لحالات الصدمات التحسسية مثلاً، حالات الشري المنتشر، لازم يكون في عندي أسبرين 81 موجود ضمن الحقيبة الإسعافية. ليش دائماً بتركزوا على الأسبرين 81؟ لأنه لما بيكون في عندنا شخص بالمنزل يصاب بنوبة قلبية، الإسعاف الأولي لا يتعدى سوى أنه أنا حطه بوضعية سليمة وأعطيه حبة أو حبتين من الأسبرين 81 إلى أن يصل الطبيب أو يصل أو أقدر أنا أخذه إلى مشفى. طيب ما بتخاف اليوم دكتورة أنه اليوم يكون يعني التوصيف للحاله ما بدها الاسبرين 81؟ نحن بنعرف انه هو مميع دم يعني للجسم. هلا حبي او حبتين في درايه حتى باعطاء هذا النوع من الادويه. شوفي عزيزتي، نحن موضوع النوبه القلبيه هو في اعراض
تمام. نحن بنعلم الناس اللي بتعمل اسعافات اوليه انه مجموعه من الاعراض اذا ترافقت مع بعضها فعندي احتمال 90% انه هذا نوبه قلبيه. اذا انا عندي هذا الاحتمال انا حبه من الاسبرين 81 ما رح تعمل اذيه لهذا الشخص، انما ممكن تفيده اذا كان بدايه مثلا احتشاء، بدايه جلطه، بدايه ممكن تفيده بانه تعمل شويه تمييع الى ان يوصل الى المشفى. ما لها الاثر الجانبي اللي كثير خطر، بالعكس قد تعطيني فائده اكثر من الاثار الجانبيه. طيب دكتوره، بظل الوقت اللي عم نمرق فيه، يعني هلا بتفتحي مواقع السوشيال ميديا بتبحثي عن خبر ولو سعيد بدرجه واحده، فكل اليوم الاخبار زلازل وفيضانات وبراكين ونيازك طبيعي تماما. اليوم ونحن قطعنا بهي المرحلة وأثبتت التجربة اللي مرقنا فيها أنه نحن عن جد كنا مفتقدين للاستعداد، كان عنصر مفاجأة يعني صحيح. مفروض ما كان يكون بالنسبة لنا مفاجأة، ولكن ما كان في عنا هذا الوعي والثقافة الكافية. يعني في ناس كتير عليه تحت الأنقاض تماماً. ما قدرنا نتصرف صح بحال انتشالهم. يعني اليوم إذا بدنا نعطي نصائح اليوم بظل الكوارث، يعني أحيانا بتشوفي حريق، حدا اختنق من الدخنة، حدا جرح كتير غميق، اليوم شو أهم الإجراءات الأولية خلينا نقول المسعفة اللي قادر اليوم توصله لبر الأمان؟ الحقيقة مثل ما تفضلتي موضوع الإسعافات الأولية المفروض أنه الجميع يتعلمها. على الأقل بكل منزل لازم يكون في شخص ملم بكيفية تقديم الإسعافات الأولية، لأنه مثل ما قلنا نحن معرضين بكل لحظة لحدوث أي كارثة، أي حادث بسيط، ممكن حرق مثل ما قلتي، ممكن حرق، ممكن يكونوا بسيران بالمسبح نزل على المي غرق صار في عنده توقف قلب، يعني الحوادث بلحظة ممكن تصير. فالمفروض بكل عائلة في عنا شخص عنده دراية بتقديم الإسعافات الأولية. الحقيقة أول شيء بمبادئ الإسعافات الأولية لازم الأشخاص يتعلموا هو موضوع الوعي، لأنه الوعي له علاقة بعمل الدماغ، وعمل الدماغ نحن بنعرف الخلايا الدماغية هي خلايا كتير نبيلة، إذا تخربت أو خف الأكسجين عنها لمدة 6 دقائق فهي تموت ولا تعود للحياة مرة أخرى. لذلك أول شيء التعامل مع موضوع الوعي، فقد الوعي أو اضطراب الوعي، هذا كتير مهم، أول شيء لازم نطلع عليه، لازم نعلم الأشخاص عليه. موضوع التنفس، موضوع فحص التنفس عند المصاب وكيفية تقديم الإسعافات المناسبة له، كيفية وضع المريض بوضعية الأمان الجانبي أو وضعية نصف جالس اللي هي بتريح القفص الصدري وبتخلي عملية التنفس بأحسن حالة ممكنة وبتساعد على إنقاذ حياة المصاب، لأنه التنفس بتعرفي هو أهم العمليات صحيح. الحيوية اللي بتصير بجسم الإنسان. أيضا مثل ما حكيتي قبل شوي موضوع الكسور، نحن كتير أحيانا يمكن يكون الكسر بسيط، لكن النقل الخاطئ هو بيؤدي إلى زيادة حالة الكسر وممكن يسبب عاهة مستديمة عند هذا صحيح. الشخص. موضوع الحروق مثل ما حكينا أحيانا بيكون الحرق يحتاج إلى مشفى، بيجوا بيعالجوا بأدوات أو بوسائل شعبية كتير بسيطة وكتير غلط، بتؤدي إلى أنه يعمل تشوه دائم عند هذا الشخص ويمكن يعمل عاهة مستديمة عنده. إذن كتير مهم نتعلم كل هاي الإجراءات، موضوع الوعي، موضوع التنفس، إسعاف الجروح، أنا أعرف إيمت هذا الجرح يحتاج إلى مشفى، يحتاج إلى قطب، إيمت لا يحتاج إلى مشفى. أيضاً الحروق في عنا قاعدة معينة نحن منعلمها للأشخاص اللي بياخدوا دورات إسعافات أولية، هي قاعدة التسعات، إنه أنا كيف بقدر بعرف إذا هذا الحرق ولو كان حرق درجة أولى هو يحتاج إلى نقل المشفى. قاعدة التسعات هي قسموا جسم الإنسان إلى تسعات، خلينا نقول بداية الرأس والعنق 9%، 4.5 × 4.5، الصدر 9% والبطن 9%، الظهر كاملا 18%، تمام؟ الأيدي كل يد 9%، هلأ حتعرفي ليش قسمناهم بهذا الشكل، وكل رجل أو كل ساق هي 18%، وبتبقى الأعضاء التناسلية بتشكل 1%. نحن إذا جمعناهم هدول حنلاقي المجموع 100%. هلأ أنا صار عنده هذا الشخص حرق، أي حرق يتجاوز 15% من مساحة جسم البالغ أو 10% من مساحة جسم الطفل ولو كان حرق درجة أولى لابد من نقله إلى المشفى وممنوع نعالجه ضمن البيت، يجب أن ينقل إلى المشفى. أي حرق درجة ثانية يتجاوز 1% لابد من مساحة الجسم، من مساحة الجسم، لأنه نحن قسمنا مساحة الجسم بقاعدة التسعات. حتى اليوم النظرية الرياضية داخلة بموضوع الإسعافات الأولية تماما، لأنه هي وسيلة لأقدر أنا قيم
قديش المساحة يلي هي محروقة، قديش كمية الحرق تشكل من كامل مساحة الجسم، وهذا بيوجهني إلى أنه يا بقدر عالجه أنا بالبيت، أقدم له إسعافات أولية بالبيت، أو أنا لازم أنقله إلى المشفى. إذن كل هاي الإجراءات لابد أن يكون، خلينا نقول مو كل أفراد المنزل، على الأقل شخص واحد منزل عنده دراية فيها، لأنه هذا كتير بيخفف من تدهور حالة المصاب. وبس نحن خففنا من تدهور حالة المصاب فنحن أكيد معناتها عم نساعده على الشفاء، واللي هي الأهداف الأساسية للإسعافات الأولية أن أحافظ على حياة المصاب، أني أمنع تدهور الحالة عنده وأني ساعده بالوصول إلى شفاء سريعا. طيب دكتورة، ذكرنا نحن بحقيبة الإسعافات الأولية بعض الأدوية، بعض المراهم، بعض الشاش قطن نحن بنعرفها، ولكن اليوم صرنا نشوف أجهزة ضمن المنزل، كان قياس الأكسجين مستخدم باليد، عم شوف أجهزة الضغط، عم شوف أجهزة السكر، يعني قديه مهم اليوم نحن نقدر مثلا نأمن هدول الأجهزة كمان داخل المنزل؟ هلأ هذا شيء كتير مهم. طبعا هن ما بيساهموا أو ما بيساعدوني بحالة الإسعافات الأولية، الإسعافات الأولية بدها تصرف كتير سريع. فأنا ممكن إذا شخص عنده إغماء وأنا بعرف أنه هو مريض سكر أو عنده موضوع السكر بياخذ وبيعطي، خلينا نقول ممكن الجأ الى قياس سكر سريع لاعرف، هي بده يكون عندي دراية اكيد باستعماله. موضوع الضغط ايضا ممكن يفيدني، لكن انا بدي وقت لحتى اخذ له ضغطه للمصاب. انا من العلامات الحيويه اللي شايفتها قدامه على المصاب بقدر اعرف اذا هبوط او ارتفاع تماما بالضغط. اذا هي حاله هبوط او ارتفاع. موضوع قياس الاكسجين، انا بدال ما اسله اكسجته تقديم الإسعافات الأولية هحس أنه هذا الشخص في عنده مشكلة تنفسية، في عنده ضيق في النفس، فأنا بلش بقدم له الإسعافات الأولية، ما لح أنطر مقياس الأكسجين لأنه كمان بده ياخذ هذا من الوقت. ونحن بحالات الكوارث أو بحالة الإصابة الثواني كتير مهمة، فبالتالي تقديم الإسعافات الأولية خلينا يعتمد على هالأشياء البسيطة، المهارة اللي أنا تعلمتها، التقنيات اللي أنا تعلمتها، بادر فيها. إيه بس يركن المريض أو بس تهدى الحالة قليلا بقدر إلجأ لهدول الأجهزة لحتى يأكدوا لي التشخيص اللي أنا عرفته أو لا. في حال نحن ما كان عندنا أجهزة، ما كان عندنا أي مواد مستخدمة للإسعافات الأولية وصار عندنا حالة أمامنا، شو هي أهم أو خلينا نقول نحدد يعني نحن كيف قادرين نتصرف بالشكل الأصح؟ حلو كتير هذا السؤال. بداية بفقد الوعي أنا ما بحتاج لأي آلات، بفقد الوعي أنا بحتاج لحط المريض بوضعية الأمان الجانبي في إلى شكل معين، وضعية الأمان الجانبي على جنبه، اليد إلى الأمام، الرجل الفوقانية جاي فوق الرجل الثانية إلى الأمام أكثر، وبرفع له حنكه لحتى يبقى مجرى التنفس مفتوح كاملا. اذا انا هون بحاله فقد الوعي، انا بعرفها هي مالي بحاجه الات ابدا، انا التقنيه اللي انا متعلمتها هي الاسعاف الاولي اللي انا بدي اقدمه. بحاله اصابات التنفس، بحاله الاختناق مثلا، مناوره هايملش اللي انا بستخدمها في حالات انسداد مجرى التنفس التام، وقت حدا بيكون عم ياكل وبيتشردق بلقمه وبتسد المجرى تماما، الاطفال حتى احيانا كبار بتصير عندهم هالقصة. فهون مناورة هايملش أيضا هي لا تتطلب مني أي أجهزة، هي عبارة عن تقنية المفروض أنا أتعلمها. بدها قوة قلب خاصة مع الأطفال، بدها قوة قلب وقوة أعصاب، لأنه أنت بدك تحطي القبضة بهذا الشكل، تعملي هيك وتضغطي على المعدة تحت القفص الصدري، ضغط إلى الداخل والأعلى لحتى أنا ساعد المريض لأنه يطالع الشغلة اللي هو متشردة فيها. موضوع الحروق، موضوع الحروق لو أنا ما عندي مواد، يكفي أنه صار الحرق أنا حطه تحت الماء البارد، هذا بخفف 50% من درجة الإصابة عند هذا الشخص يلي انصاب بالحرق. بكفي الماء البارد يساعدني لحتى خفف الإصابة الحرق تماما. موضوع الجروح، تعقيم الجرح بحد ذاته بموضوع بسيط، خلينا نقول يا ستي ما عندنا معقم، ماء وصابون هو يكفي للتعقيم. صابون؟ ماء وصابون طبعا ما هو يكفي. ما في مواد كيماويه ممكن كمان تسبب خدوش تاثر على لا لا بالنسبه الكريات. للصابون طالما هو نحن عم نستخدمه بامان على الجلد فما في مشكله، لا ما في هالضرر اكيد، انما هو صح ما بيعطيني تعقيم كامل، مو مثل وقت انا بستعمل محلول معقم، لكن مثل ما قلتي اذا انا ما عندي اسعافات اوليه، ما عندي مواد، فانا من الاشياء اللي متوفره حوالي بقدر اقدم هي الاسعافات الاوليه. وبالنهايه هي سرعه البديهه، سرعه التصرف هي اهم شيء انا بقدر بعمله، لانه انا كل ما تصرفت بسرعه انا بقدر انقذ حياه المصاب بسرعه، بقدر خفف من تدهور حالته وساعده على الشفاء اكثر.
دكتورة، هلا ذكرتي موضوع الحرق، ويعني من تجارب يعني خلينا نصحح بعض الأخطاء الشائعة الموجودة بكل بيت، خلينا نقول يعني هذا اللي بزت طحين عليه، هذا اللي بيحط له قهوة للجرح، ولغاية اليوم عم نشوفها هاي القصة إنه حرق حطوا له طحين. يا جماعة شلون بدي حط له طحين؟ يعني هي فكرة طحين من وين إجت؟ ما بعرف إنه بيبرد على المصاب الحرق. ما ننسى إنه منطقة الإصابة بالحرق هي منطقة سريعة الالتهاب أو سريعة التعرض للعوامل الجرثومية. فأنا عم بجي حط له طحين اللي هو ممكن يكون مجرسم، ممكن يكون يحتوي على كثير من المواد تسبب أذية رهيبة عند هذا الشخص. الجرح بيجيبه بن بحطه يعني بقلب الجرح كمان البن، معروفة هاي القصة تماما. عم قلك هذا الموروث الشعبي الخاطئ للأسف يلي تتناقله الأجيال، لكن هو خاطئ جدا. بيقولوا لك البن بيوقف النزف، يعني أنه في مادة بيوقف النزف، لكن ممكن يدخل لي مليون جرثومي لمنطقة الجرح وأدخل أنا بإنتان، يمكن يوصل لإنتان دم ويحتاج المريض إلى مشفى، في حين أنه بتكون القصة بالبداية هي عبارة عن جرح بسيط أنا ممكن أعقمه بمحلول مطهر، مثلا أضغط عمل له شاش ولاصق تكون كافية القصة، ما في داعي للبن. عندنا شغلة تانية مثلا موضوع الرعاف، موضوع الرعاف بتلاقي الموروث الشعبي بيقول لهم رعاف فعلوا راسه، هذا كتير خاطئ. طيب ما أيام المدرسة كانوا يشوفونا رافعين راسنا لفوق، ما حدا يقول لنا للأسف أنه خاطئ هذا الكلام، لأنه أنت ساعتها عم بتخلي النزف ينزل في البلعوم ويزيد الحالة. بالعكس أنا بخلي الراس إلى الأمام، بضغط بأعلى الأنف بضغط كتير قوي، مع وضع إذا أنا عندي مثلا بالبيت عندي بوز أو عندي كمادات باردة، كمادة باردة مع ضغط هذا كافي لأنه قطع الرعاف. موضوع الاختناق الانسداد يلي بيصير مثل ما قلنا الشردقة اللي بتصير مع الأشخاص، خلينا نميز الشخص إذا قدران يسعل معناته هو انسداد جزئي، إذا ما عاد قادر يسعل أو يحكي معناته هو انسداد تام. تمام، بيبلش لا عاد في صوت ولا قادر يسعل أو يحكي، بيبلش بيمسك رقبته وخلص. إذا انسداد جزئي هو قادر يسعل لا تدحوا على ظهره رجاء، لأنه نحن ممكن بهالضربة يكون جزئي يصير تام. وإسعاف الانسداد التام مثل ما قلنا يا بيحتاج لمناورة هايملش، أو ممكن أنا وصل لحالة أني يحتاج المريض لإنعاش قلبي رئوي. شو بنعمل الانسداد التام حتى نقدر نحن ميزنا هون نقطة هيك سريعة مشان الوقت، أنه نحن إذا في سعالية معناتها نحن ما انسداد جزئي فقط، خليه يواظب على السعال، يواظب على السعال، بقدر بصير نقطة مي. كيف هو شجعي أنه هو سعول أكثر. تمام، طالما في سعالة فهو انسداد جزئي، ولا تضربوه على ظهره، لأنه أنا بهالضربة يمكن هالشغلة اللي عملت له انسداد جزئي يمكن تعمل له تتحول لتسد بشكل كامل مجرى التنفس، في حين أنه إذا ما عنده ما عم يقدر يسعل ما عم يقدر يحكي معناتها القصة انسداد تام حتما، وبالتالي أنا بدي ألجأ لضرب أعلى الظهر ما بين الكتفين وضرب خفيف، مو ضرب بنزل فيه يعني والله قلبي يعني هون عم اقول لك تماما، خاصه اذا حدا قلبك مليان منه يعني بيلاقيها فرصه الواحد. لا هي عباره عن ضربات خفيفه باعلى الظهر، 3-4 ضربات ما مشي الحال انا بلجا لمناوره هايملش، وبعدين اذا كمان ما مشي الحال على مناوره هايملش المفروض بينما تكون وصلت الناس الاخصائيين او وسائل الاسعاف انا بقدر بقى اعمل له الانعاش القلبي الرئوي لحتى ما يدخل بحاله توقف قلب. الموضوع بده شوية سرعة بديهة، بده شوية سرعة بالتصرف مو أكثر من هيك، والتزام. واليوم ثقافة جدا أكيد. اليوم مهم كورسات التدريب لنشر هي الثقافة، يعني اليوم دكتورة معلومات كتير مهمة ذكرتيها واستفدنا أكيد كل حدا عم يشوفنا استفاد من هي المعلومات. للأسف عم نقع بأخطاء بسبب عدم الوعي الكافي، ودائما خلينا نقول التدريب بقوة الشخصية لنقدر نحن نقطع بالمريض اللي ما بينا، اللي خلينا نقول برق الأمان. شكرا لحضورك دكتورة هالة شاهين، دكتورة في كلية الصيدلة بجامعة دمشق، نورتي صباحنا وإن شاء الله هيك بالصحة والسلامة للجميع. شكرا لك. شكرا لك، يسعد صباحك.